مساء الخير، بنرحب بحضراتكم معانا ويوم جديد من الطريق للاتحاديه. مساء الخير يا معتز. مساء الخير. مساء النور. طيب احنا على طول ندخل كده في مواضيعنا. عندنا اخبار كتيره النهارده، اخبار ليها علاقه بسير العمليه الانتخابيه، واخبار تانية ليها علاقه بالحكومه والشغل اللي بيتم، واهم حاجه الملف الاقتصادي لانه هيكون واضح وبقوه سواء في فقرتنا الرئيسيه او في اراء حضراتكم اللي هنتابعها بعد شويه. الاول خلينا نتكلم عن الجديد بالنسبه للهيئه الوطنيه للانتخابات واخبار التوكيلات والتأييدات. ايه؟ المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئه الوطنيه للانتخابات والمتحدث باسمها اعلن النهارده ان عدد تأييدات المواطنين بمكاتب الشهر العقاري لمرشح الانتخابات الرئاسيه وصلنا حوالي ل 917 الف تأييد على مستوى مكاتب الشهر العقاري. اليوم الرابع من فتح باب تلقي اوراق الترشح للانتخابات الرئاسيه لعام 2018 كان نتيجته عدم تقدم اي حد حتى هذه اللحظه بطلبات ترشحه للجنه المشكله من الهيئه الوطنيه. القاعه المخصصه لتلقي فحص المستندات بمقر الهيئه وفقا للمستشار محمود الشريف خلت تماما من وجود اي مرشح محتمل. كمان واحنا عارفين انه احنا بشكل رسمي قدامنا الترشح اللي اعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي يخوض عمليه الانتخابات، وطبعا وفقا للشروط وزي ما كنا بنتابع مع حضراتكم امبارح ان في بعض الاجراءات من بينها الكشوف الطبيه والنفسيه. الرئيس النهارده اجرى الكشف الطبي للتقدم باوراق ترشحه في الانتخابات الرئاسيه. الكلام ده كان في مقر المركز القومي للتدريب التابع لوزاره الصحه والسكان بالعباسيه، واحنا بنتابع بعض الصور مع حضراتكم دلوقتي. كمان الرئيس النهاردة كان موجود في مقر المركز القومي للتدريب بالعباسية، كان النهاردة الصبح طبعا في ساعة مبكرة كما هي العادة علشان يتم إجراء الكشف الطبي من خلال أربع عيادات طبية، هي العيادة النفسية والعصبية والمخ والأعصاب والرمد والجراحة والبطنة والقلب. دي التفاصيل المتعلقة بالكشف الطبي اللي أجرى الرئيس النهاردة. انا بقى ايه عايز اقول اول حاجه، لبسوا لنا النضاره البيضاء دي وقالوا عشان دي تمشي مع القميص والشراب والحاجات دي، فانا مستعجل شويه هو حرام شفتوني. بصوا بقى حضراتكم، الراجل المجنون ده اللي هو نائب الرئيس الامريكي، اللي هو الرئيس الامريكي اصلا مجنون، فاتنين مجانين معانا يعني، اسمه مايك بينس. ده راح الكنيست الاسرائيلي واعلن ان واشنطن هتنقل سفارتها من تل ابيب للقدس بنهايه 2019، وكانهم مش مدركين مخاطر ده، مش بس على السلام ولكن على التطرف. يعني انا قضيتي معاهم مش ان انت بتكسر عمليه السلام او عمليه التسويه، لا، انا قضيتي معاهم انك انت بتدي ذرائع وذرائع كبيره وخطيره للمتطرفين. طب انت في الاخر خلاص متوقع ايه من يعني الدواعش والقصص اللي حضر الاسلاماسيين، يعني اللي هم الاسلام السياسي، يعني متوقع منهم ايه؟ ما هو انت خلاص كده انت كانك بتقول انه كل القوى المعتدله فشلت في انها تضمن للفلسطينيين حدا ادنى من حقوقهم. طب انا هلوم على حماس ازاي انها تستخدم سلاح؟ الجبهه الشعبيه ولا الجبهه الديمقراطيه ولا حتى فتح؟ ما هو الموضوع اتحقق. طب واحد يقول لي طب هنحلها ازاي؟ ادي اوباما، ادي ترامب، وادي بنس، وادي القصه دي كلها. انا في رايي ان الجهد اللي لازم ننصرف اليه في الفتره الحاليه انه خلاص انت ناوي تنقل او تعمل سفاره في القدس الغربيه. ليه؟ عشان تبقى عاصمة إسرائيل. يبقى يعمل سفارتين، سفارة في القدس الشرقية للفلسطينيين وسفارة في القدس الغربية للإسرائيليين. إنما فكرة إنك أنت تعمل سفارة واحدة وبالتالي تجبر العالم على القبول بإنه الحل مش موجود، إذن لا يملك العرب ولا يملك المسلمون ولا يملك المسيحيون المناصرون للقضية الفلسطينية غير إن هم يستبعدوا أمريكا تماما من الصراع أو من التسوية، وبالتالي يبقى فيش حد يضغط على إسرائيل، وبالتالي خلاص يبقى قوة التطرف هنا، ده قوة التطرف اللي بتحكم إسرائيل خلاص موجودة، يعني الموضوع خلص، يعني إحنا دلوقتي عارفين إن قوة التطرف اللي في إسرائيل موجودة، وهي دي اللي متسيدة الموقف، يبقى قوة التطرف من ناحية العرب والمسلمين للأسف الشديد هتزايد على القوى المعتدلة، يبقى مش معتدلين في مواجهة معتدلين، أو معتدلين بيتعاونوا معتدلين، هيبقى متطرفين بيحاربوا متطرفين. مع الأسف الشديد قرارات الإدارة الأمريكية الحالية بتؤكد أنهم غير مدركين لمخاطر ما يفعلون، وللأسف الشديد يكررون ما فعله من قبل بوش الابن اللي دخل العراق على افتراضات مش على معلومات. فاكر بيقارنها بألمانيا
وبقارنها باليابان. لما احتلناهم عملنا شوفوا المانيا بقت ايه وشوفوا اليابان بقت ايه. يا عم المانيا هي المانيا قبل ما تبقى فيه اصلا امريكا، انما يعني واليابان هي اليابان قبل في امريكا، انما العراق دوله شديده الهشاشه في بنيتها الاجتماعيه. انما مع الاسف الشديد من لا يعلمون يقودون الولايات المتحده الامريكيه والعالم الى الهاويه. خلونا نرجع ونتابع بقية أخبارنا مع حضراتكم، ونرجع للملف الداخلي، وزي ما قلت برضو الحكومة ونشاطاتها النهاردة هنتكلم عنها شوية. لكن فيما يتعلق بقطاع السياحة، دكتورة رانيا المشاط النهاردة وزيرة السياحة عملت اجتماع وعرضت الخطوات اللي بتقوم بيها لاستكمال تطوير مواقع مسار رحلة العائلة المقدسة. ده طبعا تنفيذا للمشروع اللي علاقة بإحياء رحلة العائلة المقدسة في مدينة وادي النطرون. وعشان كده مجلس الوزراء على تشكيل لجنة، اللجنة دي هيكون فيها كل الوزارات والجهات المعنية، واللجنة هتنسق مع بعض وهتتابع الملف الهام ده والخطوات اللي بتتحقق وإيه الصعوبات أو المشاكل ويشتغلوا عليها. عارفة دكتورة أقول لك حاجة، قولي لي الوزارة ناجحة ولا مش ناجحة، أقول لك مين اللي على رئيسها. يعني شوف أنا متأكد وزارة السياحة في الفترة اللي جاية هتشوف فيها نشاط ما كناش شايفين في السنتين اللي فاتوا. تفاؤل كبير جدا بالدكتورة رانيا، برغم عارف برضو كما هي العادة دايما احنا بنقول ايه، هو ينفع ما ينفعش. أول ما تمت يعني معرفة اسمها قالوا دي خارج قطاع السياحة، فازاي هتشتغل؟ لكن حتى أهل السياحة نفسهم متفائلين لأنها شخصية إدارية اقتصادية مصرفية، فالمسألة محتاجة إدارة أكتر من أنك تكون إيدك حتى يعني وليك شغل قبل كده في السياحة. ازاي تدير الموضوع؟ أنا اكتشفت من قطاع السياحة نفسه انه لما تجيب حد من جوه القطاع للأسف بيجي معه أعداء وأصدقاء وخبرات سابقة وخص، لا إنما حد من بره لكن لها طموح ولها رؤية، سافرت عاشت بره، عارفة يعني إيه فندقة، عارفة يعني إيه سياحة، عارفة يعني إيه إلى آخره. فأنا متفائل ويا رب إن شاء الله يكون دي خطوة إلى الأمام. وعلى فكرة إحنا اتكلمنا عن الخبر ده لأنه السياحة يعني اقتصاد، إحنا عارفين إنه من أهم مصادر الدخل القومي السياحة، والسياحة تراجعت بشكل كبير خلال الفترة اللي فاتت. فلما السياحة تنهض وتحقق يعني معدلات كويسة أكيد ده هيعود بالنفع ونلاقي الدنيا قامت شوية يعني. إن شاء الله. عندنا سؤال بقى. أيوة سؤال حضراتكم في السوشيال ميديا، إحنا كنا بنقول لكم زي ده ترشح سيدة الانتخابات. أيوة يعني طب يا رب يا رب تترشح سيدة الانتخابات، والله العظيم لو حصل هتبقى مسألة مهمة جدا. أصل هي عارفة هنبقى اختلفنا فعلا. لا مش يعني المسألة ما يعني معرفش هتكسب ولا لا، ده موضوع تاني. بس قصدي إيه؟ إنه فكرة إنه هكذا تخترق اللي بيسموه عارفة السقف الزجاجي، اللي هو تحس كده إنه في سقف فوقك مخليك كل ما تيجي تطلع تخبط فيه. طب ليه بتخبط فيه؟ بتخبط فيه لأنك أنت ما أنتش شايفه. فلما تيجي سيدة تترشح هتشجع، هتلاقي نفسك بعد 10 15 20 30 سنة. طب بقول لك إيه؟ ممكن. إحنا دلوقتي مش بقى عندنا محافظة؟ يعني دي حاجة ما حصلتش. دكتورة نادية كمان الوزيرات صح يعني بقى ليهم نصيب الاسد يعني. وبعدين السيده والله ما تحيز عشان خاطر برضه، بس الست يعني بتبقى عايز تثبت نفسها وبتبقى شايفه ان الناس مستكتره عليها. بس الست بعيد عن الجواز زي الفل، لما تتجوز الله على فهي مدام بعيد عن الجواز. طب على ماشي على العموم ايه رايك لو امراه اعلنت كده نيتها للترشح، هيبقى الوضع ايه؟ شايفينها تنفع ما تنفعش؟ او حتى الخطوه نفسها انها تقدم عليها ده شايفينه ازاي؟ ده هنستقبل كده الإجابات إن شاء الله على صفحتنا على الفيسبوك، ونقول الإجابات مع بعض إن شاء الله في نهاية حلقتنا. بعد الفاصل بقى أنا هتكلم معاكم عن موضوع حساس شوية. الموضوع ببساطة إنه في قيادات من القوات المسلحة عندها رغبة في إنها تترشح لمنصب رئاسة الجمهورية. السؤال الموضوع ده بيعالج ازاي؟ احنا مش هنتكلم عن شخص بذاته، ولكن احنا الدنيا بتعمل ايه؟ ما هو اكيد ما ينفعش يكون مصر كده ما بين 193 دوله في العالم استثناء، لا يعني العالم بقى بيعمل ايه؟ فانا هقول لحضراتكم ايه هي الضوابط القانونيه والسياسيه، لانه الموضوع ده اتدرس وفي بعض الاحيان عمل كوارث لما ادير غلط، وفي احيان كتيره اتعالج صح وتعلموا من خبرات. فاحنا مش عايزين نخوض يعني في اخطاء الاخرين، يعني اللي هو نقع يعني في اخطاء الاخرين، ونحاول في نفس الوقت طب دولة تانية، أي دولة تانية بتعمل إيه؟ يعني حد عسكري لابس بدلة عسكرية أو ساب الخدمة ولسه في الاستدعاء وعايز يترشح، إيه الإجراءات الواجب إنه يتخذها؟ تمام؟ تمام، ده بعد الفاصل. طيب.
في برنامجنا ده احنا ما عندناش قضايا مستبعده من النقاش، كل حاجه هنناقشها، بس هي القضيه احنا بنناقشها على انهي مائده وبانهي ادوات، هي مائده الوطنيه الجامعه لكل الناس اللي بتحب البلد دي، وبانهي ادوات؟ العقل، الحكمه، التروي، التفكير، انما بقى الشعارات والجعجع والكلام ده يعني احنا مش احنا كلنا منه كتير ودفعنا تمن كتير قوي قوي قوي، من ايام ما كنا بنشتم اسرائيل في 67 ونقول هنعمل ومنضرب مش كده. السياسة عايزة شوية هدوء كده، عايزة شوية تروي، حكمة. التلفزيون المصري أذاع بيان للقيادة العامة للقوات المسلحة في ضوء ما أعلنه الفريق مستدعى، وشوف هي كلمة مستدعى دي كلمة فنية، سامي حافظ عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق بشأن ترشحه المحتمل لمنصب رئيس الجمهورية. البيان أكد أنه الفريق عنان لم يحصل على التصاريح والموافقات اللازمة قبل إعلانه الترشح في الانتخابات الرئاسية اللي بيمثل مخالفة قانونية تستدعي مثوله أمام جهات التحقيق المختصة. أنا بس عايز أقول لحضراتكم تبصوا معايا على الشاشة كده عشان نفكر مع بعض شوية إيه اللي بيحصل. شروط ترشح العسكريين للانتخابات الرئاسية دي مسألة يعني درست الموضوع. ليه؟ لأنه الزج بالقوات المسلحة في العملية السياسية في كل حتة في العالم مسألة كده يترعبوا منها. ليه يترعبوا منها؟ لأنه وظيفة الجيش أنه يبقى كيان واحد موحد لا يرى بأي حال من الأحوال الانقسامات السياسية الموجودة في المجتمع، لا السياسية ولا الدينية ولا العرقية ولا اللغوية. وأنا مطلوب مني أحمي الناس دي، يطلع بقى رجالة ستات مسلمين مسيحيين تخان رفيعين ما تفرقش. عشان كده لابد من انه ضوابط الترشح تكون واضحة. العالم تراضى بالذات العالم المتقدم على مجموعة من الشروط. اولا استيفاء الاجراءات القانونية. يعني ايه استيفاء الاجراءات القانونية؟ يعني ما تتحولش المسألة لانه مسألة عشوائية، لا، في قواعد وادوات ضابطة بتضبط سلوك هؤلاء. تخيل كده حضرتك لو انت في ماتش كورة، ايه نوع التعليمات اللي لازم تاخدها علشان الفريق ما يخسرش؟ يبقى لازم تركز انك مثلا ما تضربش فريق التاني. ما هو انت لو ضربتني والحكم طردك يبقى فريقك خسر. لما بتكلم على ماتش كورة، تخيلوا حضراتكم لما بنتكلم بقى على مؤسسات الدولة، في قواعد لازم تلتزم بيها، لو ما التزمتش بيها يبقى انت بتخالف هذه القواعد الضابطة في مؤسسة سمتها الأساسية الانضباط. الانجليزي يقول لك ديسيبلين، الانضباط. يبقى واحد، لازم تستوفي الاجراءات القانونيه. اتنين، عدم تعريض وحده وتكامل المؤسسه العسكريه لاي مخاطر انشقاق او تحزب. ليه؟ بوضوح كده. هو انا دلوقتي لو اللواء فلان ولا العقيد فلان ولا العميد علان، انا ما بقولش اسماء حد، ولا الفريق ولا المشير وكذا وكذا، ونازل ضد فريق ومشير، بقى شويه اتنين لواء وده واحد لواء وده واحد فريق وده، وانا مثلا بيؤيدني مش عارف ايه القوات الجويه وده بيؤيدني القوات البريه وده الله، ده مبقاش جيش. عشان كده فكره انك تحدث في المؤسسه العسكريه اي انقسام افقي او راسي، يعني هدخل في تفاصيل دي بعد كده، مش عايز ادخل في يعني اي انقسام في المؤسسة العسكرية، يترتب عليه مباشرة حرب اهلية. انتوا عارفين حضراتكم انا امتى عرفت ان اليمن ضاع؟ للأسف يعني اول ما عرفت ان في واحد اسمه علي صالح الاحمر ده لواء في الجيش، قالك ان هو اعلن انحيازه للمتظاهرين ورفضه تطبيق الاوامر العسكرية من القائد الاعلى للقوات المسلحة اللي هو علي عبد الله صالح. عارفين لو كانت مشيت مدنية من الاول للاخر ما كانوش ضربوا بعض دلوقتي. اول ما الجيش ينقسم لاي سبب كان في اي حته في الدنيا ملهاش علاقه بمصر، ما بتكلمش مصري في الاخر، مثال من قواعد عامه حاكمه الكون، اول ما الجيش ينقسم يعني هتلاقي بقى نفسك ايه، يعني المنطقه الفلانيه اصلي يعني زي ما بنشوف ادلب ما اعرفش فيها ايه وحلب فيها ايه، يعني في بيت سليم في خلاص الجيش بيقتل في بعض وبيدمر في بعض. واحد يقول لي يعني مجرد ان واحد ينزل من المؤسسه العسكريه هيعمل ده؟ الاجابه لا، مش بالضروره. المره دي لا، بس بعد 10 سنين، بعد 15 سنة ما ينزل ده وينزل ونراقب بقى نفسنا، بدل ما احنا بناخد بنرتقي بالحياة السياسية، لا، بننقل أمراض الحياة السياسية للمؤسسة العسكرية. هو احنا في حياتنا المدنية دي، ده في الأهلي، في انتخابات الأهلي شائعات وشتايم يا عم ده. طب تخيل بقى ده لما بيتقال على قيادات جوه المؤسسة العسكرية، وده يضرب في ده وده يضرب في ده، وده تبع مين وده ممول من مين والجيش الله الله الله، انت بتزج
بهذا الكيان الضخم اللي شايل البلد، شئنا ام ابينا، دي برضه مش يعني مش مبالغات ولا مجاملات، اللي شايل البلد تيجي بقى تقعد تكسر فيه، هتنخر فيه. طب وبعدين عشان ايه؟ عشان واحد يكسب؟ المفروض طبيعه الاشخاص اللي في المجال العسكري انهم يضحون مش يتكسبون. عشان كده مش من الحكمه، وانا بقول الكلام ده مره، وانا يعني ارجو ان اللي مهتم يرجع للكلام ده. مره كنت مع الاستاذ عماد الدين اديب في برنامج على السي بي سي، وكان ساعتها المرشحين الفريق عمر سليمان اللواء عمر سليمان والفريق شفيق واول اخره، وساعتها الاستاذ عماد سالني بشكل مباشر، قال لي هل ممكن ينزل من المؤسسه العسكريه اكتر من واحد؟ قلت له هذه طامه كبرى. الكلام ده في 2012، عشان بس محدش يفتكر الكلام ده جديد. معنى انه اكتر من شخص ينزل من المؤسسه العسكريه، يبقى احنا بننال من حياد قيادتها وافرادها. بنقول لهم كده ببساطه، اختار يا اهلي يا زمالك، اختار يا اسماعيل، اختار يا مسلم، يا مش عارف ايه. لا، هي فكره المؤسسه العسكريه انها مش شايفه، بعبارة أخرى هي بتنفس تعليمات لمصلحة البلد من غير ما تبص التفاصيل. هو أنا بحمي كنيسة ولا بحمي جامع؟ هو أنا ما بطيع الفريق ألف ولا الفريق ب؟ هو أنا بطيع اللواء علان ولا اللواء فلان؟ ما لا لا خالص، هي مش وظيفتها أنها تنقسم، انقسامها يعني دمارها ودمار البلد. ثالث حاجة، حيادها، حياد المؤسسة العسكرية يعني أو هو جزء منه حياد القيادات والأفراد. وبالتالي لما أنت تيجي تقول لي انه انا في الاخر خالص هبقى مرشح وعايز بقى، لان انا مثلا كنت قوات بريه، قوات البريه تقف ولا اللواء مش عارف ده قائد القوات البريه السابق، ما هو كل بقى مرشح عنده اصدقاء وزملاء وتلاميذ وناس كان معاهم في الميز وناس كان معاهم في الدشم. يعني طب هنقعد بقى؟ لا لا لا، مش عشان ارتقي بالديمقراطيه اهدم الدوله، مش عشان اعمل سوفت وير اسمه الديمقراطيه يعني كنظام تشغيل اسمه الديمقراطيه ادمر الجهاز نفسه كمبيوتر ولا التليفون. لا، اوعى اوعى تتوقع انه مؤسسة عسكرية منحازة سياسيا ممكن انها تنجح في انها تحمي البلد وتوقفها على رجلها. اخر حاجة ودي مهمة جدا، انه الاصل هو ترشح المدنيين وممثلي الاحزاب السياسية للمناصب العليا. واحد يقول لي ما احنا ما عندناش مدنيين ولا عندنا ممثلي احزاب، ما هو ده شغلتنا الحقيقة، ده جزء لا يتجزأ من وظيفتنا، ان احنا نرتقي بالمدنيين علشان يقفوا. انا واحد من الناس لو في سعد الزغلول ده هيبقى حاجة جميلة جدا، يبقى عندنا مرشح حتى لو له خلفية عسكرية مش مشكلة، بس عندنا كمان زعامة وطنية بجد، حد بيضحي بجد. انما احنا ما عندناش للأسف الشديد. النخبة جت نخبة جت 25 يناير قضت على الحزب على اهم 500 اسم في الحزب الوطني، وجت 30 يونيو قضت على جبهة الإنقاذ اللي هو كان القوى المدنية، وقضت على الإخوان والإسلاماسيين اللي هم بتوع الإسلام السياسي. طب هنعمل إيه دلوقتي؟ ما تقوليش بقى أجل الانتخابات وأجل لغاية ما ربنا يكرم. لا، ما هو أنت تشتغل باللي موجود. في الديمقراطيات الناشئة في خطر كبير، وهو تعريض المؤسسات السيادية للتسييس، والمخاطر دي بتفوق المكاسب المحتملة لترشح قيادتها قياداتها أو أفرادها. يعني بعبارة أخرى، لو ترشح من مؤسسة سيادية شخص، خلاص احنا بنقول انه هذا الشخص بيمثلها، وبالتالي ما ينفعش نجيب اكتر من شخص فيها، وإلا الخسائر ممكن تكون اكبر كتير جدا من اي منفعة محتملة. بمنتهى البساطة، وهذا موقفي المعلن من 2012 على الأقل، إذا كان لابد من أنه يكون في مرشح عسكري على منصب كبير في الدولة، فليكن شخص واحد، حفاظا على المؤسسة اللي هو جاي منها وحفاظا على الدولة، مش علشان أحل مشكلة السياسة أدمر مؤسسات الدولة السيادية. هذا ليس من الحكمة في شيء. هختم بسؤال بسيط. طيب هو في أمريكا مثلا، يعني الفرنجة الملاعين زي كمان الجبرتي كده كان بيقول، هما بيعملوا ايه؟ بصوا حضراتكم البتاع اللطيفة، انتوا معاكم البتاع حطينا يا شباب، المفروض تطلع حاجة دلوقتي بالانجليزي يعني. المهم الكلمتين دول هما بقى بيقول لك يعني هل ممكن military reserves، الريزيرفز اللي هو الاحتياطيين الجيش يعني احتياطي الجيش، هل ممكن run for political office؟ هو بيقول لك بصفة عامة انه الديبارتمنت اوف ديفنس اللي هي وزارة الدفاع ما عندهاش مشكلة، يعني permits كان ده يحصل، بس بتحط ضوابط، بتقول لك والله والله لازم ياخدوا موافقات معينه، ولو كان مترشح بشكل اسف، ولو كان مطلوب منه ان يكون على قوه الاحتياط بمدى زمن يعوم اكتر من 270 يوم، يبقى مش مسموح له، وعليه ان هو يسحب
الكانديديسي اللي هو الكانديديسي الترشح بتاعه، وبالتالي هو كانه ضمن بيقول لك المساله مش مطروقه، يحق للمدني ما لا يحق للعسكري. انا واخد مثال امريكا بس حضراتكم لو دورتم في انجلترا وفرنسا والاخره هتلاقوا انه لابد من عارفين ليه حضراتكم؟ اقول لكم ببساطه كده، لو انا دلوقتي بشتغل في شركه اجنبيه، انتوا عارفين حضراتكم شركات المالتي ناشونالز والكلام دي الشركات العالميه يعني، يقول لك اب لو هتسيبني تقعد مش عارف 3 سنين اوعى تقول اي حاجه لها علاقه باسراري، اوعى تعمل كذا كذا، اوعى تشوه سمعتي، اوعى تطلق اي تصريحات، ليه؟ ضوابط، لان انت مش بتلعب مع كيان صغير، انت بتهد كيان دوله لو اخطات، ولا سيما انه بعض الناس لما جت تترشح ابتدى يضرب في عصب العلاقه ما بين الشعب والجيش، يعني انا عشان انجح اوقع اون لايف؟ يعني انا لو واحد مضايقني في الدور الثالث ادمر العماره؟ اعتقد انه ده مش تفكير سليم. هنطلع فاصل، وبعد الفاصل هيكون عندنا بقى شويه حاجات اقتصاديه حضراتكم بتحبوها لان احنا كمان بنحبها، وعايزين نعرف البلد دي اقتصاديا رايحه فين. فاصل نرجع نكمل نقاشنا. مرحبا بحضراتكم معانا مرة تانية في طريق الاتحادية والوضع المصري بشكل عام. مشاكل وتحديات كبيرة بتواجهنا في ظرف استثنائي بتعيشه مش بس مصر لكن المنطقة العربية كلها. سواء كنا بنتكلم على التحدي الأمني وناقشنا الموضوع ده أول امبارح مع حضراتكم، لكن النهاردة من خلال استعراضنا اللي هنقوم بيه بعد شوية وكمان من خلال فقرتنا الرئيسية هنتكلم في تحدي هو للي الأولوية والأهمية عند الإدارة المصرية وبطبيعة الحال كمان عند المواطن المصري، لأن كل مهتم إن حاله يختلف للأفضل، أفضل الوضع الاقتصادي، القدرة الشرائية، مسألة الأسعار. التحدي الاقتصادي من الملفات المهمة اللي عايزين نتكلم عنها، لأنه مؤخرا بعد ما حصل وتم تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي وإجراءات وخطوات من بينها طبعا تحرير سعر الصرف وبعض القوانين والقرارات اللي بتصب في هذا الاتجاه، كان من المهم نشوف تبعات ده وإزاي انعكس على الوضع الاقتصادي، إيه اللي اتحقق وإيه اللي تم إنجازه وخطوات إيجابية أو إيه اللي لسه مستنيين ان احنا نشتغل عليه اكتر. هنستعرض مع حضراتكم بعض المؤشرات الكليه للاقتصاد المصري في 2017، بدايه بالاحتياطي النقدي، لان الاحتياطي الاجنبي من العمله الصعبه يعني كان من المهم ان احنا نتكلم على انه لاول مره في تاريخ مصر في عام 2017 يسجل الاحتياطي اعلى معدل ليه بعد تعويم الجنيه. وفقا لبيانات البنك المركزي الاحتياطي ارتفع بقيمه 12.5 مليار دولار خلال 2017 وتخطى حاجز ال 36 حوالي 37 مليار دولار في نهايه نوفمبر الماضي مقابل حوالي 24 مليار دولار العام اللي قبله. كمان عندنا السياحة، السياحة من أكتر القطاعات اللي تضررت بشكل كبير خلال الفترة اللي فاتت بعد تعويم الجنيه وطبعا انخفاض قيمة العملة. عندنا إيرادات قطاع السياحة قفزت بنسبة 170%، وصلنا ل 3.5 مليار دولار في أول 7 شهور من 2017. أعداد السياح عندنا زادوا بنسبة 54%. تحدي برضو مهم جدا واحنا بنتكلم على توفير فرصة العمل، البطالة. البطالة انخفض معدل البطالة، وصلنا ل 11.9% في الربع الثالث من العام مقابل 12.6% السنة اللي فاتت. ده وفقا لبيانات جهاز الإحصاء. عدد العاطلين عن العمل بلغوا حوالي 3.5 مليون عاطل، انخفاض اتحقق حوالي 127 ألف عن الربع الثالث من 2016. برضه هنفضل مع الوضع الاقتصادي والتحدي اللي علاقه، احنا دايما مشكلتنا ان احنا ما بنصدرش يعني، او الصادرات قليله جدا نسبه لاستيرادنا. بعد القرارات اللي تم اتخاذها ان احنا نقلل ونحجم قيمه او فاتوره استيرادنا، طبعا في قيود اتعملت، في اولويات، في حاجات ترفيهيه واستهلاكيه، فتم يعني الاخذ بالاعتبار كل الكلام ده وبقى في معايير، فبالتالي الاستيراد قل والصادرات
قفزت شويه، يعني طبعا مش كتير بس احنا محتاجين نشتغل عليها اكتر، محتاجين نصنع، محتاجين الملف ده يعني يبقى فيه خطوات مهمه في الفتره اللي جايه. الصادرات المصريه غير البتروليه حققت تطور ملحوظ خلال اول 8 شهور من 2017، سجلت 15 مليار دولار مقارنه ب 13.5 مليار دولار، زياده نسبتها 11%. كمان عندنا من احنا بنتكلم على الدخل القومي ومصادر الدخل القومي، من بينها طبعا قناة السويس وتحويلات المصريين بالخارج بالإضافة للسياحة اللي اتكلمنا عنها. في قناة السويس او ايرادات قناة السويس عندنا ان في الفترة من يناير لغاية ديسمبر الجاري كان في زيادة في حجم العائدات، مش الجاري بقى، من يناير لديسمبر زدنا 5.6% مقارنة بنفس الفترة العام الماضي، و 89.8% زيادة مقاومة بالجنيه. تحويلات المصريين بالخارج زادت بنسبة 20% عن السنة اللي فاتت وحققت 24.2 مليار دولار. العملات الصعبة، محافظ البنك المركزي قال ان حصيلة تدفقات النقد الاجنبي بالبنوك العاملة في السوق المحلية ارتفعت لاكثر من 59 مليار دولار من ساعة ما حصل قرار تحرير سعر الصرف. مشكلة التضخم مشكلة طبعا خطيرة، ودي بتحسسنا بارتفاع الأسعار وبانخفاض القدرة الشرائية وبالتنافس وكل الكلام ده، لكن عندنا التضخم انخفض نسبته بشكل ملحوظ في الفترة من يوليو لسبتمبر من السنة المالية 2017-2018، على انه سجل اكبر انخفاض ليه من 11 شهر، وصلنا ل 26.7% في نوفمبر، ده وفقا لجهاز التعبئه العامه والاحصاء. دي بعض الخطوات والاجراءات اللي تمت فيما يتعلق بالوضع الاقتصادي، المؤشرات الايجابيه والحاجات اللي اتحققت، لكن طبعا زي ما قلنا لسه في شغل كبير، لسه في تحديات ليها علاقه الدين العام والدين الخارجي، وكمان ان احنا نزود الاستثمار. صح في قانون الاستثمار خرج للنور وبلائحته التنفيذية، في قانون للشركات للإفلاس، قانون التراخيص الصناعية، لكن مناخ الاستثمار هو العبرة هو الأهم. كمان التحدي ليه علاقة بعجز الموازنة. على كل الأحوال الملف ده بكل تفاصيله، برنامج الإصلاح الاقتصادي اللي اتحقق منه وإللي لسه هيتم، التحديات الإيجابيات السلبيات المؤشرات ودلالاتها، كل ده هيكون موضع نقاشنا في فقرتنا الرئيسية النهاردة مع ضيوفنا دكتور محمد بدرة الخبير المصرفي ودكتور خالد مدبولي الخبير الاقتصادي اللي هيشرفونا بعد الفاصل. وبعد ما نشوف التقرير ده مع حضراتكم نزلنا الشارع نسمع بقى رأي المواطنين، لأنه الكلام في الاقتصاد ولغة الاقتصاد بيكون كلام جاف جامد أرقام نسب، لكن المواطن يهمه في النهاية حاله يبقى أفضل، هم شايفين الوضع الاقتصادي إزاي، محتاجين إيه، ده اللي هنتكلم عنه وده اللي هنسمع رأي حضراتكم في التقرير اللي جاي بعد فاصل بعد ضيوفنا. الديون هي بالنسبه لي، هي ده رايي، الديون هي اكتر تحدي قدام الرئيس القادم، خصوصا ان احنا الميزانيه دلوقتي واضح انها اثقلت كتير بالديون دي، فهي دي هتبقى التحدي بالاضافه للديون للفوائد، الفوائد اللي هتبقى عليها. تحدي قدام الرئيس رفع مستوى المعيشه للمواطنين وبناء الدوله الحديثه، ودي طبعا بتكلف كتير جدا، وطبعا قناه السويس والحاجات دي هجيب لسه الدخل بتاعها بعد مده، وده اساسي، فعشان كده لازم يكون الرئيس اللي جاي يكون عنده كل البيزك بتاعت الحاجات القديمه ديت، بحيث ان هو يقدر يواصل ويقدر يحط خطط مستقبليه بعد كده. اول حاجه للشباب، البطاله بتاعت الشباب، اشوف ان موات اللي هو الاقتصاديه بتاعت البلد نفسها انميها، الحاجات ما تزيدش، يعني الناس دلوقتي زياده الحاجات برضو الناس مش قادره، لان الجنيه زي ما هو والحاجات بتزيد، ده برضو مش كويس، لا ان انا ما زودش السلع والجنيه هو زي ما هو. والله هو التحدي الاقتصادي هو مش تحدي اقتصادي بس، ده تحدي في كل المجالات، بس عموم الاقتصاد طبعا، لان البلد بتعاني من نسبه كبيره جدا من التضخم، النسبه دي بس مش الايام دي، لا دي من قبل الثوره كمان. تحسين مستوى المعيشه ورفع مستوى دخل الفرد علشان الناس تحس ان هي مرتاحه وما تبصش لاي حد تاني في اي بلد تانيه، لان احنا طبعا عندنا كل حاجه في مصر، ويعني انا شغال في السياحه والناس شغال، يعني بشوف ناس كتير قوي بتشكر في البلد وفي خير البلد، والمواطن مش حاسس بالخير ده. انا شايفه بالنسبه للشباب البطاله والديون المتراكمه على الدوله، تعويم الجنيه بالنسبه طبعا الجانب اللي هو
محاربه الارهاب دي برضو تعتبر بتساعد في الجانب الاقتصادي، عايزين ده طبعا بيسحب من الموارد بتاعتنا. والله انا شايف دلوقتي ان يعني ابرز حاجه قدام اي رئيس هيجي اللي هو يطلع بالطبقه اللي نزلت خلال الفتره اللي فاتت، من كانت طبقه متوسطه بدات تنزل تحت خط الفقر. فدلوقتي انا كان عندي مثلا لو نسبه 20% كانت تحت خط الفقر، دلوقتي انا نقدر نقول ان 50% بقى تحت خط الفقر. حضراتكم مرة تانية، احنا عندنا خبر عاجل كده لسه ظاهر على الشاشات، وهو انه الهيئة الوطنية للانتخابات صححت خطأ كنا وقعنا فيه او كانت يعني وقعت فيه اللجنة العليا للانتخابات سابقا، وهو ادراج اسم الفريق سامي عنان كأحد الأشخاص الذين يحق لهم التصويت في الانتخابات اللي هو كان في قائمة الناخبين. القانون المصري، وهي يعني لسنا بدعا من الدول عشان بس تكون واضحة، في دول كتيرة قوي بتعمل كده، بتقول إنه الشرطة والجيش كيانان لابد أن يكونا محايدين، وحياد المؤسسة تتطلب بالضرورة حياد أفرادها، وبالتالي أي واحد أنا ضابط أو مجند أو كذا لا يحق لي أثناء العملية الانتخابية إني لا أدخل في كامبين ولا أن أنا أبقى مرشح ولا حملة ولا أطلع. يعني القانون الأمريكي اللي وريته لحضراتكم ده اللي كان بيتكلم عن المرشحين يقول لك لو خد الموافقة، في قيود بقى لما تطلع تكتب تحت ديسكليمر تقول على فكرة القوات المسلحة الأمريكية لا تدعمني، ويقف بالبدلة لو عايز يصور بالبدلة العسكرية يقف بالبدلة العسكرية بآخر رتبة ما يبالغش، مش هو يبقى صول وهو واقف بتاعة لواء، قصص كده حواديت كتير قوي، ولازم تكون ليها لازم توافق عليها من الإدارة العسكرية قبل ما تنزل للناس او تنزل في الجرايد. يعني الموضوع مش يعني مش انا عشان لعيب كوره انزل اضرب الحكم، يعني ما هو حر، ما حريه راي وتعبير، ما هو انا بشتمته خلاص ما انا حر، لا هتتعاقب. فالفكره كلها انه كان في خطا وقعنا فيه من قبل ولم يتم تداركه الا اليوم، وبالتالي لا يحق للفريق سامي عنان ان يترشح لمنصب رئيس الجمهوريه. بس الطريق لانتخابات الرئاسة لسه نتعامل معاه، لسه بنشوف أهم المشاكل أهم التحديات، ومن شوية كنا بنتكلم على التحدي اللي علاقة بالملف الاقتصادي والإجراءات اللي خدتها الحكومة أو الإدارة المصرية في سبيل إصلاح الوضع الاقتصادي والمشاكل اللي احنا مرينا بيها. لكن زي ما سمعنا رأي الناس في الشارع، الناس يهمها انه الدنيا تبقى افضل ويطمنوا، هل احنا ماشيين صح؟ هل ممكن في خطوات تانية تتعمل ولسه ما اتعملتش؟ الاجراءات اللي بتتم دي تكلفتها وفاتورتها طبعا يعني كانت تقيلة، خلينا نعترف، على المواطن العادي. والرئيس باكتر من مرة اشاد بالشعب المصري وانه وقف وراء الادارة الحالية علشان نصلح الاخطاء اللي كان مفترض انه نشتغل عليها السنين اللي فاتت وتأخرنا، فبالتالي بقت الفاتورة اتقل. يعني على كل الأحوال كل ما ليه علاقة بالأرقام وبالمؤشرات عشان ما نغرقش ونتوه فيها، فجبنا أهل الاختصاص والخبرة يفهمونا طبيعة الخطوات اللي تمت بالنسبة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي وإحنا ماشيين لحد فين وإيه الأخبار. يعني بنرحب النهاردة في الطريق الاتحادية بأستاذ محمد بدرة الخبير المصرفي، وأستاذ خالد، أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ محمد، وأستاذ خالد مدبولي أو دكتور خالد مدبولي الخبير الاقتصادي، أهلا وسهلا بكم. أستاذ محمد رايحين على فين؟ هو كل سؤالي هو البلد بس اقتصاد البلد دي رايح فين؟ احنا طبعا شايفين مظاهر التحسن اللي بيحصل نتيجة الإصلاح الاقتصادي، وبدأنا نشوف ظواهر إيجابية، يعني بدأنا نشوف انخفاض في التضخم اللي احنا كلنا كنا بنشتكي بيه، واللي احنا وصلنا طبعا للبيك بتاعته في السنة اللي فاتت بال 35%. بدأنا نشوف زيادة سلبية، يعني معنى كده انخفاض في معدل التضخم في شهر نوفمبر اللي فات، فبالتالي بدأت المعدل التضخم يتصلح، بدأنا نوصل إلى 26% بعد ما كنا طبعا بنشتكي. كل ما احنا بنتقدم إلى الأمام لنص سنة 2018 و2019 كل ما معدل التضخم ما هينخفض، معدل التضخم ما هينخفض ده هيؤدي طبعا الى تحسن في المناخ الاستثماري الى درجه كبيره. طبعا لسه في عندنا بعض التحديات، يعني طبعا كلنا بنقرا في التقرير بتاع صندوق النقد الدولي اللي هو لا زال بيقول ان في فروقات بالنسبه لاسعار البترول اللي هي السوق العالمي عن اللي احنا حطيناها في الموازنه، ولكن الظاهره الايجابيه هي ان معدل التضخم ما بينخفض، وصحيح ان يمكن يحصل في القدام شويه
تعديل في سعر البترول في النص الثاني من السنة القادمة، لكن احنا متفائلين ان المحصلة النهائية هتكون ان المعدل لن يصل الى ما كنا عليه اللي هو 35%. احنا متفائلين في سنة 2018 زيادة الحصيلة اللي جاية من قناة السويس، زيادة الحصيلة اللي جاية لنا من تحويلات المصريين، زيادة حصيلة المنطقة الاقتصادية اللي احنا نتمنى ان شاء الله المنطقة الاقتصادية في قناة السويس انها تبدأ تؤتي ثمارها، زيادة السياحة. فبالتالي في ظواهر إيجابية، وفي نفس الوقت احنا مقدرين ان في بعض الالتزامات اللي احنا يجب نؤديها. المحصلة النهائية انا اعتقد انه معدل التضخم في نص سنة 18 زي ما هم بيتوقعوا واحنا متوقعين انها توصل الى 12% او 13%. طيب خليني اسال دكتور خالد، وزي ما دكتور محمد كان بيتكلم عن انه في مؤشر كويس له علاقه بانخفاض معدل التضخم، بلغه بقى بسيطه كده للمواطن العادي، لانه التضخم وانخفاضه ده معنى ايه؟ يعني هي الاسعار هتنزل وبعدين بنسمع لا اللي بيطلع ما بينزلش تاني، ولا انا اللي هقدر اشتري ويكون قدرتي انا يعني افضل على الرغم من الارتفاع اللي عمال يزيد؟ تمام، احنا كلنا عارفين باللغه البسيطه ان التضخم بيساوي ارتفاع في الاسعار، ارتفاع في المستوى العام للاسعار سلع او خدمات. ده هاجس النهارده في اي بيت مصري. النهارده كل واحد قلقان بكره هنزل اشتري الحاجه سعرها كام، بقت مشكله جامده. ولكن احنا برضو دايما دعاة ان احنا مش عايزين نخض الناس قوي بفزع التضخم. ليه؟ التضخم في النهايه مشكله اقتصاديه بتعاني منها عديد من دول العالم وليها حلول. يعني احنا عندنا النهارده اقتصاديات في العالم كتير بتعاني من نفس المشكله، عندها تضخم في الاسعار، عندها ارتفاع في الاسعار. الظاهره ليست مصريه فقط، الظاهره عالميه. اللي حصل في مصر الحقيقه خلال يمكن الست سبع سنين اللي فاتوا الاقتصاد منهك، يعني تعبان، وكان لابد من اجراء اصلاحات اقتصاديه كان من ضمنها تقليل فاتوره الدعم، وعندنا احتياجات كتير بنستوردها بالدولار، عندنا شح شويه في موارد النقل الاجنبي. كل ده ادى الى كان نتيجته ان احنا كان عندنا حصل انخفاض حصل كبير في العمله، وبالتالي حصل ارتفاع كبير جدا في قيمه الجنيه اللي اوريدي اصلا كان في مشكله فيما يتعلق بالانتاج وبالتشغيل وبالصناعه وبالتصدير. تمام، المحصله النهائيه لكل ده اكيد كان يبقى ارتفاع كبير في الاسعار. اللي احنا بمنتظرينه السنه دي وبنأمله انه وفقا لاستكمال خطه الاصلاح دي واستكمال روشته الاصلاح اللي المفروض الاتفاق بين الحكومه المصريه مع صندوق النقد الدولي، ان احنا خلال 2018 على الاقل معدل التضخم هيثبت، هيتم تثبيته عند معدل معين وتخفيضه اذا امكن طبعا. وده معناه ان انا بحافظ على مستوى الاسعار عند حد او رينج معين، مش هعلى عنه قوي، او حتى لو هعلى وازيد عنه بس هزيد تنزل بمعدل بسيط. تنزل الاسعار نزول، يعني مش عايز طبعا اقول ان في اسعار تنزل، لان نزول اسعار ده موضوع محتاج اجراءات اقتصاديه كبيره جدا، ومحتاج توازن كبير ما بين سياسات ماليه مع سياسات نقديه. موضوع الحقيقه هيبقى اعتقد هيبقى صعب. طب دايما كان المشكله عندنا قيمه الدولار امام الجنيه. صحيح. واول لما خدنا قرار تحرير سعر الصرف قلنا انه هيوصل الدولار يعني قيمته العادله امام الجنيه في خلال شهور. هل طبعا في نزول حصل لكن مش بالشكل المطلوب. صحيح. هل ده ليه علاقه ان كان لسه او مطلوب اجراءات تانية اضافيه تتم علشان يحصل النزول ده؟ الحقيقه الاجراءات اللي حاصله دلوقتي او برنامج الاصلاح ده في بعض البنود فيه او بعض السياسات فيه المفروض كان البدء فيه هيحصل من فتره كبيره جدا. المشاكل في مصر مشاكل اختلالات هيكليه الحقيقه، عشان نبسطها للناس، اختلال هيكلي معناه ان اختلال مزمن، يعني معناها عايش في الاقتصاد معاه بقاله اكتر من يمكن 40 فوق الحاجه و40 سنه. هي مشاكل متراكمه الحقيقه. العلاج كان ضروري وكان لابد منه، ولكن هو انا عارف ان دايما العلاج بيكون قاسي في بعض الاحيان، لانه مفيش علاج في الدنيا طعمه حلو او سهل او مستساغ دايما، يعني بيدفع ثمن لكن في مقابل ذلك اكيد حصل تحسن كبير جدا في العديد من المؤشرات الاقتصاديه، وللمواطن عايز اقول انه حس باجزاء منها ويمكن هيحس باجزاء اخرى خلال العام والعام القادم تحديدا. دايما ثمار اي اصلاح بتظهر مش في وقتها الحالي، يعني انا ما عنديش اجراءات اقتصاديه على مستوى العالم تظهر في خلال 3 او 6 شهور، ده بيبقى صعب جدا. نتائج بتظهر دايما بعد عام وساعات عامين واحيانا 3. احنا عندنا امثله كتيره حصلت في بعض دول العالم زي اوروبا، زي اليونان في اوروبا الاتحاد الاوروبي، واللي حصل فيها من حوالي يمكن 10 سنين بعد الازمه الماليه. عندنا حاجات حصلت في الارجنتين وفي البرازيل وفي دول عديده، الحقيقه مشاكل يمكن استمرت اعوام كثيره. اللي انا شايفه من المؤشرات الاقتصاديه في مصر مؤخرا ان احنا ماشيين في طريق
ايجابي بشكل كبير، وده يمكن بتؤكده تصنيفات المؤسسات الدوليه. ماشيين في طريق اصلاح صعب ولكن بنحقق فيه الحقيقه انجازات واضحه وملموسه. يعني المواطن انا عارف ان هو بيصبر عشان عايز يشوف نتيجه، لكن انا اعتقد ان النتيجه هتبان بشكل كبير خلال العامين القادمين. استاذ محمد، لو انا تخيلت انه حضرتك في يعني مقعد صنع قرار اقتصادي ما في اي يعني مجال حضرتك تختاره، ايه اللي المفروض نكون بيعمله؟ يعني نقول المفروض يكون بيعمل ايه دلوقتي علشان السنه اللي جايه يكون فيها يعني ازدهار اقتصادي، وده ينعكس على المواطن ازاي؟ هي طبعا زياده الانتاج واستبدال الاستيراد بالانتاج المحلي. احنا كنا يمكن لفتره لغايه السبعينات احنا تقريبا كان كميه الانتاج بتقضي الشعب كله، وكان كميه الاستيراد قليله جدا لغايه طبعا لما حصلت عمليه الانفتاح يمكن الاقتصادي اللي هي بدات تفتح الشرى للاستهلاك الاستيراد الاستهلاكي. الحل لينا هو ان احنا نصدر اكتر وننتج اكتر. طب ممكن اسالك سؤال؟ هل يعني انا يعني بحاول افكر مع حضرتك والساده المشاهدين يتابعونا، هل لو كان الامر ساعتها يعني بايدينا ان احنا نقول ما ننفتحش بسرعه على العالم الخارجي لان احنا ما كناش عندنا حاجه ندير للعالم الخارجي، فاحنا انفتحنا فبدل ما تبقى في اتجاهين، لا في اتجاه واحد احنا بس بنستثمر، عبال ما احنا بقى ابتدينا نطور الياتنا كان خلاص المجتمع تشبع بفكره الاستيراد. انا فاهم كده صح؟ مظبوط كلام حضرتك مظبوط. ان احنا تعودنا على الشره الاستهلاكي، الشره الاستهلاكي مع دعم الجنيه المصري، انا عايز اقول انه الجنيه المصري كان مدعم وعلشان كده كان قوي قدام الدولار، وهذه القوه ما بيستمدهاش من قوه الاقتصاد. ده بين قوسين قوه وهميه. بالظبط. احنا زقينه علشان يفضل صامت، بس هو قيمته الحقيقيه اقل، هي اللي عندنا دلوقتي حاجه شبه اللي عندنا كده. وبرضه انا يمكن اتمنى ان يستمر الجنيه المصري ضعيف. انا مش عايز الجنيه المصري يقوى، لان قوه الجنيه المصري دي هتقلل من فرص التصدير وهتقلل من السياحه. يعني حضرتك شوف المعركة اللي موجودة بين الصين وأمريكا. إن الأمريكا بتقول للصين لازم تقوي اليوان بتاعك، والصين متمسكة إنها تبقى ضعيف. نفس العملية بالنسبة للين الياباني، هي عملة ضعيفة جدا قدام الدولار. فكل الدول اللي هي بتنشط في عملية التصدير وبتقوم اقتصادياتها وبتعمل نسبة نمو اللي هي 7% سنويا هي دول عملتها ضعيفة. الدول اللي عملتها قوية مش عندها فرصة. احنا فرصتنا الكبيرة اللي احنا بدأنا نشوفها ونشوف أثرها في النمو اللي بيحصل النهارده، عندنا نمو 4.8 وبدا صندوق النقد الدولي يعترف بيه. احنا عايزين نوصل ل 6% اللي هي ضعف عدد السكان. ده مش هيحصل الا بان احنا نرفع الدعم عن الجنيه المصري، نسيبه كده. وانا اعتقد الجنيه المصري هيشجع التصدير، وزي ما احنا بنشوف النهارده حصيله التصدير بتزيد، السياحه بدات تسترد، الوضع الاقتصادي بدا يتحسن. هي في قيمه تقديريه كده للجنيه؟ يعني سمعنا ارقام 11، لا من 11 ل 14 5. هي القيمة العادلة هي الموجودة حاليا اصلا، يعني كان 18 ده قيمة لغاية حاليا موجودة حاليا لغاية يعني احنا لو بيحكمنا دينج تساو بينج بتاع الصين كان قال لك المفروض تبقى 25. بالظبط، يعني الدولار يساوي 25 جنيه يعني. لان ده بالنسبة له بيخلي قدرتنا على الاستيراد اقل، يعني لازم بدل ما اروح استورد ده اقول لك لا ده انت خلاصك صنعه هنا. بالظبط. بص يا دكتور معتز، يمكن استكمالا لكلام دكتور محمد، كلام مظبوط جدا انه العمله الضعيفه بتشجع صادراتي انا تنافس دول العالم، خاصه ان انا اتميز في بعض السلع. وده احنا شفناه في بدايه ازدهار الصين، في بدايه ازدهار اليابان في نهايه السبعينات ابتدوا يتخصصوا في الالكترونيات مثلا اليابان. هنلاقي بعض الدول زي تركيا ابتدت تركز في المنسوجات في بدايه الالفيه. محتاجين مصر تركز في بعض السلع الاستراتيجيه اللي هي تتميز فيها، واوريدي ده موجود عندنا. احنا بعد كده هنتميز جدا في الغاز بعد الاكتشافات كتصدير. البتروكيماويات عندنا الحقيقه واعده جدا، حتى التكنولوجيا المعلومات عندنا الاي تي كمجال واعد جدا. استكمال الكلام دكتور محمد، العمله لما تفضل في مستواها المنخفض ده حتى لو وصل الدولار عدى ال 20 جنيه، الاهم عندي ان انا اطور اليات الاقتصاد عندي تتواكب مع القيمة الضعيفة للعملة. ليه؟ قيمة ضعيفة للعملة مع اقتصاد ضعيف ده سلبي سيء جدا، لكن عملة مستواها منخفض قيمتها منخفضة قصاد العملات التانية بآليات اقتصادية قوية بإنتاج بتشغيل بتصنيع بتصدير تصدير منافس، أعتقد كده احنا هنبقى لينا شأن وسط دول منطقة الشرق الأوسط خلال الأعوام اللي جاية. يعني أنا فهمت كلامك صح يا خالد، كأنك بتقول اقتصادي يقوى وعملتي تبقى منخفضة، انما لو اقتصادي ضعيف
والعمله منخفضه اكني شغال في اتجاه واحد مخطوط بالظبط اكني بالظبط طبعا يعني فكانه احنا ماشيين خطوتين صح احنا خفضنا قيمه العمله وفي نفس الوقت ندعم الاقتصاد علشان يتطور ويصدر وكلام زي كده صح بس المهم في النقطه دي ان انا اعمل الواجب اللي عليا بقى يعني ان انا اهيئ المناخ اذا كنت بتكلم على التصنيع واشتغل بقى صح وفي تراخيص والاستثمار واللائحه اللي خرج بس برضو لسه المناخ اللي علاقه ب يعني جذب الاستثمارات مش عارف حضرتكم شايفينه ماشي بالشكل الكافي ولا محتاجين ايه هي جذب الاستثمارات في مصر شايف ان هو ماشي بخطوات جيده طبعا احنا محتاجين ندعم اكتر ننشط اكتر النهارده عندنا في قانون للاستثمار اعتقد صدر واللائحه صدرت اللائحه التنفيذيه بتاعته يبقى احنا محتاجين بقى نبتدي نفعل ده بشكل اكبر عشان اجذب المستثمرين العرب او الاجانب اهم حاجه اهم اضلاع عندي او محاور بشتغل عليها كاستثماريه صدور قانون وده تم ابتدى بقى التنفيذ كاليات تنفيذ ابتدى عندي يبقى سعر العمله مستقر وده حصل من ساعه التعويم استقرار سعر العمله ده على فكره مهم قوي المستثمر قبل ما بيخش بيسال على سعر العمله بكام النهارده طب هو هيتغير بكره عشان الناس بس تفهم يعني ايه اهميه انه سعر العمله دي تكون انا عارفها يعني انا كراجل جاي من بره بشركه اجنبيه وعايز اشتغل في مصر تفرق معايا ايه سعر العمله دي مثال بسيط بقى ببسط للناس قوي الكلام بسيط جدا النهارده انا هشتري حاجه من بره ب $1000 تعاقدت عليها النهارده عبال ما هتوصل لي هتاخد اسبوع وهي جايه في الاسبوع قال لك لا معلش اصل هي بقت ب 1500 نتيجه ان عملتك انخفضت مثلا او ان السعر بره غالي وات ايفر وبالتالي هنا تذبذب سعر الجنيه قصاد سعر الدولار بيعلي جدا من التكلفه عليا انا كمستورد وبالتالي بيغير من سعر العمله فبالتالي لا انا هعرف استورد بكام ولا هعرف هبيع بكام ومش هقدر هعرف ارباحي ولا هامش ربحي ولا تكلفتي ولا وبالتالي كل دراسات الجدوى اللي اتعملت قبل ما ينتهي اذا كنت اشتغل ولا ما اشتغلش مبنيه على ارقام قديمه طب انا كل المستثمرين عشان النهارده عايز يتوسع مثلا في مشروع في مصر عايز النهارده يفتح فرع جديد عايز يعمل ايجنسي جديد عايز منتج جديد خط انتاج جديد مش قادر يسعر سعر ثابت نتيجه ان كان في تذبذب في سعر العمله قبل ما يحصل موضوع التعويم احنا بعد موضوع التعويم بفتره السعر استقر يمكن بقاله دلوقتي داخل في سنه سعر ثابت عند مش عايز اقول ثابت انا قصدي ان هو مستقر عند رينج معين ما بيتحركش عنه كتير وده بيطمئن اول مستثمر انه لما هيخش السوق عارف سعر عملته قصاد العمله المحليه كام فاقدر اقدر تكلفه العماله وتكلفه الاستثمار والى ذلك طيب في مؤشر او في نقطه عايزين بس نفهم معناها ودلالتها ايه وده يعود بالنفع ده سلبا ولا ايجابا على وضع الاقتصاد لما طلعوا يقولوا الاحتياطي النقد الاجنبي سجل اعلى معدل ليه في التاريخ يعني بنسبه كذا 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 وفي المقابل انه حتى لما البعض شاف ان ده خبر ايجابي وخبر طيب اتقال كده في انه لا والله ده معظمها ليها علاقه بديون وقروض وما الى اخره يعني ده احتياطي غير حقيقي سواء حقيقي او غير حقيقي اهميه ارتفاعه وده يصب باي اتجاه يعني على الاقتصاد الحقيقه احنا الاحتياطي لو نتذكر احنا في 2011 و12 و13 كان وصل ادنى مستوى ليه وكنا تقريبا بنتكلم على مستوى 12 مليار وده يقضي شهرين او ثلاثه النهارده ما بنوصل لهذا المستوى اللي هو مستوى تاريخي 36 اما نيجي نقارنه بالديون ما الديون بتاعتنا مش كلها استحقاقات واحد النهارده كمان في جاذبيه في السوق المصري نتيجه ارتفاع التصنيف لمصر النهارده احنا بنقدر ننزل نطلب سندات بالعمله الاجنبيه باسعار تقريبا مقاربه لاسعار السوق بنستطيع نحصل على حصيله بالعمله الاجنبيه الوضع ده ما كانش موجود من 4-5 سنين زيادة الاحتياطي بقى ده فايدته ايه؟ فايدته انه بيديني دعم في حالة ان انا احتاجت ان انا استورد ان انا ادخل اشوف سلع اساسية هنكون محتاجينها او بضخ دولار برضو في السوق فما بيحصلش مشكلة بعد كده برضو عملية توازن يمكن في السوق بسبب تمام يمكن عملية الاحتياطي والقروض يمكن صحيح هي نقطة بتثار لكن برضو احنا عندنا ظواهر برضو ايجابية اخرى يمكن انا احب برضو اركز عليها ان السوق المصري عندنا من الاسواق الفريدة اللي في المنطقة اللي بيكبر بنسبة كبيرة يعني حضرتك احنا تقريبا السوق الوحيد اللي بيكبر في المنطقة بتاعتنا اللي هي في منطقة الشرق الاوسط عشان كده حضرتك اما بنيجي نبيع اي بنك من البنوك بنبص نلاقي طابور من البنوك جاي تشتري
ده ليه؟ لان جاذبيه السوق، السوق بيكبر. النقطه الثانيه ان عمر الشعب نفسه اللي هو يعتبر في سن الشباب، يعني عندنا 60% تقريبا في سن الشباب. صحيح. فبالتالي عندنا حاجتين، ان السوق الوحيد اللي بيكبر في المنطقه، الاسواق اللي جنبنا كلها اسواق تعتبر مستقره ويمكن كمان بتصغر. كل الاسواق سواء الاسواق الموجوده في الدول العربيه او حتى الاسواق الموجوده في اوروبا، الاسواق الوحيده اللي بتكبر وبتكبر باستمرار هو السوق بتاعنا. هي نقطة بقى استغلال طاقات الشباب اللي هي 60%، احنا شعب من الشعوب الشابة. أيوة. اما نبص كده في شرق الشمال المتوسط، الشعوب هناك اغلبها هي شعوب سنها كبير. عشان كده هم بيفتحوا الهجرة للشباب علشان يقدر يدعم دي ويحتفظ بمعدل الزيادة في الناتج القومي اللي هو وصل له النهاردة. احنا عندنا فرصة، هي فرصة ذهبية جدا، اللي هي عملية ان السن بتاع الشعب اغلبه في سن الشباب، بالإضافة إلى أن السوق بيتوسع وبيتوسع باستمرار. نطلع لتقرير سريع، هو برضو بيناقش أحوالنا الاقتصادية، وبعده نرجع نكمل نخش معه. على الرغم من وجود مؤشرات إيجابية تؤكد تعافي الاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية عقب إجراءات الإصلاح الاقتصادي نهاية عام 2016 بتحرير سعر الصرف، إلا أن هناك مجموعة من التحديات الاقتصادية أمام الرئيس القادم. ففي خلال العامين الماضيين اتخذت حزمة من تدابير الحماية الاجتماعية بتوسيع مظلة المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة ليشمل 1,700,000 مستفيد في يونيو من عام 2017، فضلا عن توسيع مظلة برنامج المعاشات التقاعدية وزيادة الدعم على البطاقات التموينية. وأظهرت المؤشرات الاقتصادية ارتفاع الاحتياطي النقدي إلى أكثر من 36 مليار دولار، إلى جانب انخفاض معدل التضخم، لتبقى تحديات ارتفاع الدين الخارجي بنهاية العام المالي 2017 والتي وصلت إلى 79 مليار دولار خلال شهر يونيو الماضي، بالإضافة إلى ارتفاع الدين المحلي أيضا وارتفاع أسعار المواد البترولية والقمح العالمية عن التقديرات في الوقت الحالي، بما يؤثر على الموازنة العامة للدولة. تظل الأوضاع الاجتماعية الناجمة عن إجراءات الإصلاح وعلى الرغم من الجهود الحالية التي تبذلها الحكومة تمثل تحديا أمام الرئيس القادم، ويبقى الرهان على وعي المصريين في اختيار من يقودهم لبر الأمان في ظل الأوضاع غير المستقرة بالشرق الأوسط ودول الجوار. أي والله أي والله كلام كبير. طبعا. طب أنا هسأل سؤال لحضراتكم دلوقتي، أنا مستثمر جاي أصنع كوبايات، إيه اللي خليني أجي مصر وما أروحش الأردن ولا إسرائيل ولا تركيا؟ يعني المستثمر اللي بره ده اللي هو معاه فلوس هيحط فلوسه فين؟ في أنهي دولة؟ يعني أنا أعتقد أن كلمة السر هتكون الاستقرار. استقرار هنا بمعناه السياسي والأمني، استقرار بمعناه الاقتصادي، استقرار بمعناه النقدي. كل ما كان عندي حالة استقرار في وضعي الاقتصادي ووضعي السياسي هيكون ده الريسك والمخاطرة أقل، وبالتالي هيكون فرص أن أنا أدعم أي مستثمر هيجي لي أو أجذبه ليا هتكون أكبر. السوق، حجم السوق كبره هو البوابة لدول الكوميسا لأفريقيا، فبالتالي دول يعتبروا مصدر إغراء كبير جدا لأي مستثمر السوق المحلي بتاعه أصبح بينكمش أو أصبح صغير. طب باله إن هو يجي لي، هو مش بس بيجي لمصر بسوقها الكبير، ولكن كمان منا ممكن يصدر لزامبيا، يصدر لأوغندا، يصدر الكوميسا. طبعا الكوميسا كلها، وبالتالي إحنا بالنسبة له عنصر جذب في استقرارنا السياسي والقانوني والمالي والنقدي والكلام ده كله. مالي دي جزء من الضرائب، ما فيهاش، مش فجاه الضرائب يعني الفكره ان الضرائب تستقر دي مهمه للراجل اللي بيقرر اذا يستثمر هنا ولا طبعًا. هناك. تمام. وحضرتك قلت ان احنا سوقنا الكبير يغري ان هو يجي لنا. طب دلوقتي ما هو ممكن يجي يقول لك ايه؟ يقول لك طيب انتم في مصر بتقولوا كلام، ولما اجي انا انفذ على ارض الواقع الاقي انه في تفاوت. يعني مثلا تقول لي قانون الاستثمار بيديك كذا كذا كذا، قانون مش عارف ايه، الاقي على ارض الواقع يقول لك لا، هات بقى مدام سميه في الدور 14 اطلع فوق مفيش اسانسير. دي النقطه اللي احنا كنا بنقولها من شويه، هعمل قانون هيئ مناخ استثمار كمناخ، انا كده ماشي على رجل واحده، الرجل الثانيه ايه بقى؟ اداله التنفيذ، يبقى متابعه، ده متابعه من اجهزه الدوله المسؤوله عن ده، انا لازم انفذ الكلام ده. انت تقديرك اجهزه الدوله بتشتغل كويس في الموضوع ده ولا بقى على ضيق؟ لا مش بقى على قضيه، بتشتغل بس طبعا يعني الموضوع في مصر صعب قوي. مش هو المفروض ان هو اتعمل بجد يعني
انا بتكلم بجد. شوف بس خلاص انا قلت مش متاثر قصدي يعني انا قصدي صعب على منفذ القرار صعب على اللي بينفذ اللي هو المستقبل نفسه بقى دي اهم واحده سوي مش احنا قلنا هنصلح الجهاز الاداري للدوله عشان مدام قلت لي مدام ايه سمية في الدور 14 ماشي وطلعنا سمية تعبل استاذ عمرو كل يوم بيجيب سيرتها لا مش عارف اسمي اسمي تاني نسيته بس مدام سميحه سميحه ايوه سميحه وقانون الخدمه المدنيه قاعدين جنب بعض طب عشان سمية وسعاد وسميحه مش معنى الستات ما في رجاله برضه بيستعبوا الامور يعني لا دول لا لا دول بيوصلوا الظهر لمده ثلاث ساعات يعني عشان برضه صورته تبقى واضحه يعني الشاهد من الكلام انه احنا ما ينفعش نمشي برجل واحده يعني انت عايز انك تعمل مش بس القوانين لكن المناخ واللي هينفذ صحيح. ويبقى ادواتك في ده عشان كده قلنا الاصلاح الجهاز الاداري قانون الخدمه المدنيه كل ده يشتغل مع بعض عارفه حضرتك الدكتور معتز دلوقتي كان بيهزر هزار ده بجد الهزار ده واقع مؤلم. مصري مش عايز اقول مؤلم بس يمكن ده حقيقه يمكن احنا اتكلمنا فيها قبل كده بامانه شديده مش عايز احمل مسؤوليه تماما على طرف دون وجود اطراف اخرى وطرف اخر الحكومه والدوله عليها واجب كبير جدا لكن على الجانب الاخر انا عندي مواطن ده هو كل شيء المورد البشري ده هو اللي بينفذ القوانين هو اللي بيبيع السلع والتاني اللي بيشتري السلع في واحد بينظم الموضوع في واحد يعني انا قصدي معلش الجزء الاخر مهم جدا في المنظومه عشان نشتغل وعشان كده حضرتك اللي اشرت ليه موضوع الاصلاح الاداري في الدوله ده جزء مكمل جدا لكل اللي انا عايز اعمله انا ممكن اعمل قوانين هايله في مصر اقتصاديا واعمل استقرار ظاهري هايل لكن مش هلاقي اللي ينفذه على ارض الواقع وهي دي المعضله الاكبر صحيح بس هي من ناحيه تانية هو برضو المستثمر عايز يشوف العائد على راس المال واحنا عندنا البورصة المصرية يعني في الدول النامية بتعتبر من العوائد المميزة في الدول النامية وخصوصا بعد عملية الديفالويشن بتاعت الجنيه المصري اللي بتوصل فيها العائد على راس المال بتوصل ل 36% وبعض الأحيان بتوصل ل 50% العائد على راس المال سواء في صورة توزيعات مباشرة أو في صورة الابريشيشن الزيادة اللي بتحصل لأنه بيرتب الريسك فوق العائد التقليدي طبعا زي احنا عارفين القصة دي فهو برضو أما بيجي يفكر في البيروقراطية وفي كل اللي بنتكلم عليه كإجراءات في المقابل الربح عالي جدا هو ما يقدرش يروح في بلد تانية ياخد ربح 36% صحيح انه تكلفة هذا الربح يمكن عالية شوية لانه في جزء منها احنا بنعترف فيه اللي هو بيروقراطية وفساد صحيح. لكن في الاخر خالص اللي بيدخل جيبه في الاخر خالص بيعتبر مرضي جدا بالنسبة له وده اللي بيخليه يجي تاني ويجي تالت ويجي رابع وبيتوسع بصوره كبيره جدا. طب هو دي طب المعادله دي برضه اصلا عايزه تتفهم، يعني احنا بنطلع عينه لغايه ما مشروعه يكتمل ويجيب موافقات ومش عارف وزاره الاثار ووزاره البيئه ووزاره اي المسطحات المائيه مع انه ممكن يكون وسط الصحراء بس لازم مسطحات مظبوط المائيه لازم انا والله مره رجعت من بره والله كنت جايب معايا الدكتوراه ولقيتهم بيقولوا لي هات شهاده تثبت انت تجيب اللغه الانجليزيه. والله ما جابها دي جايبها من امريكا والله جايبها من امريكا والله رحت قالوا لي روح جيب موافقه والله مش عارف من رئيس قسم الاداب الانجليزي في كل الاداب ان انت اللي يمضي لك عليها مش بالظبط والله ده اللي حصل فعلا بتاع دي الراجل عفوا الخلاق جاي من هناك لا يعني روح جيب موافقات طب ومع ذلك فعلا انا بلاقي ناس بتيجي وبتتوسع ويقول لك انا عايز اعمل مشروع واثنين وثلاثه واربعه مظبوط الحته دي بقى لا دكتور محمد ده اشار لنقطه مهمه جدا فعلا هي الفرصه الاوبورتيونيتي اللي موجود في مصر السوق ده مش موجود على فكره في الدول العربيه لو جبنا الدول العربيه ال 23 دوله ما فيهمش القوه السكانيه اللي في مصر القوه السكانيه دي نقطه ايجابيه جدا بس ممكن تبقى نقطه سلبيه جدا ليه بقى؟ عشان هتعمل لي بطاله لو الناس ما اشتغلتش انما ليه المشاريع اللي جايه دايما من دول عربيه او حتى غيرها بلاقيها دايما حاجات تجاريه استهلاكيه لكن ما بلاقيش قوي اللي هو التصنيع والحاجات دي القطاعات يعني دي حضرتك انه علشان احنا شعب مستهلك وعددنا كتير فمكسب على طول وفي النهايه ده حاجه موضوع الهوت ماني بس يعني لا يحك جلدك الا ظفرك يعني هو يعمل تنميه في مصر وتصنيع في مصر احنا ما ينفعش ولا ده غلط نقول للي جاي استثمر لي في ايه وانا عايز ايه محتاج ايه اولوياتي دي نقطه انا كنت عايز اعلق عليها لا مفيش حاجه في الدنيا ما تنفعش ما اظنش يعني لو دي الحوافز اسمح لي يعني اظن الحوافز في هذه الصناعه لو اشتغلت هذه المنطقه دي او في الصناعه دي 10 سنين افاء ضرايب بالظبط ممكن كده عارف سيدي الدكتور محمد كان اتعمل حاجه شبيهه في قطاع الاسكان مثلا ان انا كان مستثمر عربي وشركه عربيه بتعمل مجمعات سكنيه في مصر على مستوى عالي فانا ممكن
ما بقولش ألزمه أو أجبره، بس هقول له بالإضافة أنك هتعمل المجمع ده، أنت مطلوب منك أنك تعمل لي ولو يكن عدد وحدات سكانية ما لمتوسط الدخل أو محدود الدخل بتسهيلات في السداد بأسعار مقبولة. ده أولا هو مش هيخسره كمستثمر، في نفس الوقت انا بيتيح لي فرصه ان انا اوفر مساكن للي محتاج سكن باسعار معقوله. ده ممكن يتنفذ في حاجات كتير. فكره كويسه. فكره الحوافز والتسهيلات ساعات بتبقى حاجه ايجابيه وساعات بتتهاجم قوي، تقول لك انت بتسهل، مع انها موجوده في كل دول العالم، لكن عندنا احنا اقول لك لا ده يعني حق الدوله. طب لو انت سهلت له هنا وخفضت له في ضرائب او الكلام ده، ما هيدفعها في بلده، فانت اولى بيها. دي ده المنطق بتاع مدام سميحه اللي الدكتور معتز بيتكلم عليه، اللي هو فكر الهدام بقى، ان هو ايه، طب انت بتديله ليه؟ لكن هي في الواقع احنا ما ندي الحوافز مش لازم نديها بس للمستثمر الاجنبي، لازم نديها للمصري تاني، لان الاجنبي الاول بيشوف المصري عمل ايه. لو لقى ان المصري ماشي وماشي كويس هو بيتشجع لوحده. وهو ما بيجي ما بيجيش في مشروع كبير الاول، بيجي صغير جس نبض وبعدين بيتشجع وبعد كده بيكبر في المشاريع. وبعدين اللي بيجي احنا شايفين طبعا نماذج كتيره جات لنا من دول الخليج ومن امريكا، دخلوا يمكن من السبعينات ما خرجوش، بالعكس هو كل سنه بيزيد استثماراته. فبالتالي هي محتاجه ان احنا الحوافز تبقى للكل، بحيث ان المصريين بيدخلوا الاول، دول بيبقوا الليد بالنسبه لي. اصل انا عارف المصريين، هو انت وديت حوافز للاجانب هيروح داخل المصري عامل شركه مع الاجنبي، فيجي باعتباره لابس برنيطه، اقول لك انا اسمي جون على فكره، اسمي محمد على فكره، مستر جون عايز جون المصري ويطلع الباسبور التاني ويطلع الباسبور التاني. لا ما حدش اسلم. طب دلوقتي المشروعات القوميه الكبرى لا تزال، يعني لا يزال في قطاع ما اعتقدش كتير بس او على الاقل بيتناقص، يعني يقول لك مشروعات والجيش ومش عارف ايه وكلام زي كده. من وجهه نظر اقتصاديه، مش ما بتكلمش مع سياسه، ما بتكلمش رئيس السيسي ولا لا، من وجهه نظر اقتصاديه بحته، مكاسب وخسائر وفلوس داخله وفلوس طالعه، هل المشروعات القوميه الكبرى دهيت بتفيد البلد ولا احنا خسرنا واتضحك علينا ودخلنا حاجات ما كانش المفروض ندخل فيها؟ طبعا بتفيد البلد. تفيد البلد؟ انا النهارده انا بعمل مشروع جديد، بعمل ايه؟ بشغل بتاع حوالي 30 40 صناعه معايا، بشغل عمال، بخلق فرص عمل جديده وبخلق موارد جديده. لما بشتغل في مشروع سكني، مشروع طرق، مشروع كباري، انا بسهل الـ 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 النقل، والنقل ده من اهم عوامل وعناصر نجاح الانتاج في مصر او في اي دوله يعني. كتصنيع النهارده بخلق لنفسي زي ما احنا كنا لسه بنقول في اول الكلام ميزه تنافسيه. ممكن يكون هنا عندي انفراستراكشر للبنيه الاساسيه او البنيه التحتيه اللي هي الاساس في اي اقتصاد عايز يتم فيه تنميه وصناعه. فبالتالي المشروعات طبعا طبعا مهمه جدا، وطبعا بتعود بالنفع على الاقتصاد وعلى المجتمع. بالظبط، هي دي بتعمل لي تنميه، لان طبعا زي ما احنا شايفين احنا عندنا في جزء كان اتناسى اللي هو الصعيد طبعا في اجراءات التنميه. النهارده لما بندخل بنعمل فيه تنميه، هذه التنميه اللي هتحصل في الصعيد هي اللي تؤدي ان نسبه النمو اللي في الناتج القومي بتاعنا ممكن يوصل ل 6 و7 و8 في المستقبل، لان احنا بناخده من مستوى وبننقله الى مستوى تاني. بالاضافه انه في بعض المشاريع القوميه اللي احنا لازم تتذكرها، يعني احنا في امريكا كان النزاع بين ترامب واوباما على اوباما كير. احنا وافقنا في الايام الاخيره على مشروع التامين الصحي للشعب المصري كله. ده مشروع قومي كبير، يعني لازم برضو يتاخد في الاعتبار. ده معناه ايه؟ هيحصل تنميه للقطاع الصناعي، لكل القطاع الصناعي الصحي الموجود في مصر كلها، صحيح على مدار عدد من السنوات، ولكن ده مشروع قومي لازم ياخد حقه، لان ده فعلا من المشاريع اللي احنا شايفينها بتأثر في الانفراستراكشر بتاعتنا اللي هي الصحة، التعليم، الطرق. والنهاردة بدأنا ندخل في مجال نشوف الطرق بكافة أنواعها، سواء الطرق اللي هي العادية أو بنتكلم على إصلاح لمنظومة السكة الحديد، النقل البحري، التطوير اللي حصل في قناة السويس. فبالتالي بدأنا ننظر في منظورات كبيرة. هذه التنمية اللي بتحصل في الانفراستراكشر في البنية الأساسية تأثيرها هيبدأ يبان على مدار سنوات، وفي الوقت الحالي هو تأثيرها بيبان في 70 صناعة بتدعم صناعة المقاولات، 70 صناعة. فبالتالي عشان كده بنشوف ان نسبة البطالة بدأت تقل، ده طيب. نتيجة مشروعات شغل في مشروعات القومية. على ذكر الصناعة، وده ملفنا وعايزين نشتغل عليه عشان زي ما بقول كده نصدر وتبقى المسألة أفضل. هنا بنتكلم مع كتير من المصنعين يقول لك أنا مشكلتي العمالة،
العمالة المدربة الماهرة سواء هنا أو حتى بقت إشكالية أن أنا أوديها برة وبقت يعني غير مطلوبة بالشكل الكافي. وبعدين وأنا بتكلم على المشروعات القومية تبقى عناية على المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر زي ما بيتقال عليها كده، لأن أي دولة عايزة تقوم وبسرعة تشتغل على المنطقة دي. ده بيحصل ولا محتاج إجراءات أو شغل من نوع تاني؟ الحقيقة محتاج شغل كتير. يعني مش عايز اقول ان احنا مازلنا مقصرين في الموضوع ده جامد، بس محتاج مننا شغل في مصر كتير قوي. احنا لسه من شوية قليل ان مصر دولة شابة عندها نسبة شباب سكان كتير والشباب فيها كتير. نيجي بقى للرجل التانية اللي كنا عاملين نتكلم عنها عشان ما مشيش برجل واحدة، المواطن المصري الشاب تحديدا. دور على شغل وينزل اشتغل اي حاجة اول ما تتخرج، وما تدورش على شغلة المدير، ما تدورش على شغلة ان انا قاعد عايز مش ممكن واحد بداية شغله يبقى مدير. انا لاحظتها معلش من خلال شوية اتصالي بمجموعة من الشباب خلال كام سنة اللي فاتوا، معلش في شباب يعني زي الورد وعايز ينمي وعايز يشتغل بيحب البلد دي جدا، بس في شباب تاني مش عايز حاجة يشتغل غير انه يشتغل مدير، ومش ممكن حد اول ما يشتغل مدير يعني يبقى رئيس مجلس ادارة شركة مش موجودة. بس هو يعني الناس بترفض شغل عشان خاطر المرتب قليل، عشان خاطر المكان بعيد، عشان خاطر يعني اعتقد الكلام ده احنا محتاجين نغير المنتاليتي الثقافيه. ايه راي حضرتك؟ أنا لا ثواني يا فندم هاخدك لمنطقه تانية. طيب توافق على ان السيده ترشح نفسها لرئاسة الجمهوريه؟ طبعا هي يعني امي واختي وزوجتي، ويعني نجاحنا كله لي يعني وقفتهم جنبنا، فبالتالي طبعا يس. وده السؤال ده لازم تسأل كده على الهواء مباشره تكون اجابه اكيد يعني. في البيت ما اعرفش هيقول مش عارف. انا السؤال ده سالته وقف على السياق، وقف على السياق بالنسبه لك انت كذا، بالنسبه لك انت. طيب احنا على الفيسبوك بوك سالنا حضراتكم عن رايكم في انه سيده ترشح نفسها في الانتخابات الرئاسيه، وكانت تعليقات حضراتكم كما يلي. اول واحدة سناء ضيف لا وافق البتة. سناء دي ماشي اوكي، مصر الجميع بس احنا بلد شقي ورجالة اقوى. طيب رجالة قوي؟ لا اقوى والله، او كتابة غلط انه رجالة قوي يعني مش عارف. ماشي رجالة اقوى او قوي. طيب الدستور لا يمنع ولكن المجتمع يمنع، لسه شوية على الخطوة دي. امام بابلي يلا قولي بقى شايفة؟ أنا أحمد المهم هي مين السيدة دي؟ ده سؤال كويس، ده دي إجابة أحمد الطرابيشي ده كده صح. الموضوع كفاءة أكتر منها رجل ولا ست يعني. فرح بتقول يا ريت نوصل لكده. صح. منايا منايا الجنة سوري للأسف. أنا لا أوافق لأن المرأة أضعف من الرجل ولا تملك الشجاعة الكافية لإدارة دولة كبيرة كمصر. تقرأ في البخاري هتلاقي فصل اسمه فصل في قتال نائم. يعني ايام النبي عليه الصلاه والسلام الستات كانت بتقاتل وتجاهد ازاي؟ لا يعني مش فاكره الدر، ما هي حاجه بتمصر. لا في ستات لفتره معينه وكان صحيح او الظروف لمسه مش يعني المهم النزاهه والشفافيه في عمليه انتخابيه. لكن تجربه جميله ولا اظن انها تحصل على كثير من الاصوات في زيد المناخ السائد. واللي قبلها ما فيش مانع لو نزل الانتخابات سيده ليها تاريخ مشرف ولها سمعه طيبه وليها برنامج يعني انتخابي. هنا النقطه ان مصر كبيره. طب ما الهند كانت اكبر، هند مليار وكذا، وكانت ديرة غاندي وسنوات النجاح، وبنزير بوتو في باكستان، واندونيسيا في نفس القصه صحيح، وملكة فيكتوريا في انجلترا اكبر توسع لانجلترا. معلش بس احنا في مصر احنا ذكرنا ملكات لكن مرينا بفتره كده تراجع واضمحلال، فاحنا مش بنقول تبقى يعني على الاقل ترشيح. والله انا لو في والله انزل اعمل لها اسمه ايه ترشيح لو نعرف ست يعني ناويه انزل بس اقول لك على ملحوظه صغننه كده ان في كتير من السيدات يعني المراه لا يعني تحس انها مش موافقه يعني السيده لا ترشح سيده. ما هي دي بيسموها السيلف برسبشن يعني ادراكها لذاتها مخليها مش طيب. على كل يعني احنا بنحاول كل شويه كده نجيب موضوع سؤال يكون له علاقه بالانتخابات الرئاسيه ونتكلم على التحديات والمشاكل وكل الاجراءات المتعلقه بهذه العمليه. طبعا كل الشكر لحضراتكم شرفتونا ونورتونا. شكرا جزيلا محمد. شكرا. هذا ما امكن اراده وتيسر اعداده وقدر الله لنا قوله. اصبحوا على خير.